الخبر اولي عدنا عن رشومار وقصفها لياارامار. طبعا رشا هي واحد من اعضاء فريق نورمار اللي نزلت على حسب الانستغرام هذا اللي ستوري اللي كانت كاتبه بي كيف بتمحي 3 سنين من حياتك في ناس شاطره بهالقصص لا تنتعلم من عندهم الخيانه فعل مكروه من هذا الكلام واخر شيء صارت تكتب هاشتاج مقصوده. كتبوا المتابعين شنو رايكم. الواضح انه اغلب صار يتوقع انه هي تقصد يارامار بكلامها خاصه بعد الخلاف اللي صار حاليا بين يارامار ونورمار. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شاركم الكلام اللي قالته رشامار على يارا. بالاضافه انه يارا يا حبايب التقت ويا باريش دادا فشادي اللي هو واحد من اعضاء فريق باريش يا حبايب نزل هذا الستوري اللي من الواضح كان بيه الصوت يارا شوفوا وركزوا بيه زين. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شاركم بالتقاهم وليش هم قاعدين يسوون هذه الالتقاءات بالخفه وشنو تتوقعون الاشياء اللي يقدمون اياها ومجهزين اياها. بالاضافه انه يارا يا حبايب كشفت حقيقه اذا هي مرتبطه او لا فنزلت هذا الفيديو على حسبها بالتيك توك وليش كانت تقول بي او نوعا ما قاعده تعرف عن نفسها ونوعا ما وصلت فكره انه هي مرتبطه بنهايه الفيديو شوفوا الفيديو مالتها. يلا نبدا نتعرف عليك. يلا عرفني شو اسمك. هذا اسمي. خبرني كم عمرك. هذا عمري. قول لي انت من وين. هني مرتبط ولا سنجل بعد ما ادري الصراحه. اكتب لنا يا حبايب بالكومنتات شرايك بهذا الموضوع. ننتقل حاليا لعصافير الحب قمر ونورمار. فبيوم واحد يا حبايب فعليا صارت هوايه اشياء ناريه. اول شيء يا حبايب انه قمر سوت اضافه لواحد من فانزات الحب النورمار وقمر مار بعد صارت تهجم عليها المتابعين فقرت ان هي تشيل الفولو من هذا الفانز والاغلب صار يسال انه هل هي بالغلط سوت الفولو او تحاول توصل فكره انه هي تحب نورمار. ما ادري صراحه اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع. بالاضافه انه حبايب قمر وصلت على قناتها باليوتيوب 1,500,000 متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. وطبعا بالتيك توك يا حبايب هي وصلت حاليا مقطعين فوق ال 10 مليون متابع. بالاضافه يا حبايب تسرب واحد بالفيديوهات بيسان اسماعيل وقمر مارو بهذا الفيديو كان هم ثلاثهم دي يلتقون وي ويا عبد الله من لايف ستيج. من الواضح ان راح يسوون مقابله وياه وراح يشوفون هوايه حقائق يا حبايب. وطبعا على سيره بيسان فالكل حاليا قاعد يتهجم عليها فبيسان نزلت على حسابها بالتيك توك هذا المقطع. وبهذا المقطع يا حبايب كانت فكرته انه هي تسالهم شنو الاشياء اللي هي تقدر تسويها من هذول الاشياء وشنو الاشياء اللي هي ما تقبل تسويها. فاين الاشياء يا حبايب كلها راح اعطيكم الفيديو كامل تشوفوه ركزوا بيه زين. ماما راح اسالك كم سؤال وانت بتحكي لي اذا عادي ولا لا. اوكي. نام عند رفقاتي. إذا بعرفهم وبعرف أهلهم. أوكي. سافر لحالي. مستحيل. سهر، يعني أي ساعة المفروض أرجع على البيت؟ إذا سهر هيك ومعك أنس مثلاً معلش، الساعة 12. أوكي. لبس. لبسي شو ما بدي، بس أهم شيء يعني بأدب، باحترام. أكيد طبعاً. تدخين. أكيد تدخين. لا. أكيد لا مش عن صوتك. حفلات. إذا بعرف لوين رايحة ومع مين. تحقيق. تاتو. شغلات صغيرة مو أوفر. صحيح أنا كمان ما بحب الشغلات الأوفر. حشيش. أوه ماي جاد أكيد لا. حشيش شو فيها؟ عمليات تجميل يعني مثل أنف تم شغلات. مستحيل تفكرين ما تفكرين هالقصص. طيب جمال. حبيب. بوي فريند. حبيب اذا بعرف اهله وبعرف مين هو. مش يعني قصدك مع الاهل. انت كله اهل اهل. ماما لانه اهم شيء الاهل والتربيه بالبيت. صحيح. شكرا ماما. ثلاث ارباع الشغلات لا. طبعا بخلاف الكل قاعد يستهزئ بيها يقولها انه وين اساسا اكون لبس باحترام اساسا هي ما قاعده تلبس لبس احترام. وبالنسبه للنرجيله يا حبايب فاللي ذكر بالسابق كان يتابعني نزلت واحده من الفضايح جابيه انتشرت فيديو لبيسان قاعده تنرجل بي ورا انس الشايب مثل ما شايفين يا حبايب. بيسان اسماعيل قاعده تنرجل وهي قاعده تقول انه ما خليها تدخن. وبالنسبه لعمليات التجميل فاساسا بيسان نزل فيديو على قناته قاعده تسوي بيه عمليه نفخ شفايف. فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل تستحقت التهجم اللي تعرضت له او لا. انتقل حاليا لياسو برايدر والاشياء الغريبه اللي قاعده تصير بيناتهم. فاول شيء يا حبايب ياسو نزلت على حسبها بالانستغرام هذا البوست وبهذا البوست كان بهذه الصوره اللي كاتبه عليها الم يشعرك صمتي بانني مليئه بالكلام واللي من واضح انه هي ياسو قاعد تقصد شخص معين وبالاغلب انه هو راح يكون رايدر خاصه انه ياسو حاليا ما قاعده تحكي اي شيء بالمواضيع. اما بالنسبه لرايدر فهو نزل على حسبها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان برومو على اغنيته الجديده واللي كان يغني بيها على حبيبته واللي في الاغلب حتكون هي ياسو. ما ادري الصراحه حتكون حطكم يا شوفوا. وبس يا حبايب اكتبوا لي بالكومنتات شلون قاعد يصير حاليا بين ياسو وريدر وهل تتمنوا هم فعلا يرجعون لبعض
او لا. وطبعا نفس الشيء صار حاليا ويا بيسان ووسام تيكت. من واضح يا حبايبي انه بيسان قاعده تحاول تسوي اي شيء عمود يستفز وسام تيكت، انه قاعده تنزل بشويه مقاطع تقول بيها انه لازم نبعد عن بعض واحنا لازم ما نرتبط، وبنفس الوقت قاعده تنزل شويه ستوريات او شويه مقاطع تلتقي بيها ويا شباب وما ادري شنو، ما ادري شنو هاي المواضيع صراحه. فاكتبوا لنا حبايبي بالكومنتات شنو رايكم باللي قاعد يصير حاليا بين وسام وبيسان تيكت. واخش نخدم بشهرين وليش صارت تبكي بسبب صوت نارين بيوتي؟ فنشرت شوية ستوريات جات نارين بيوتي قاعدة تغني بيها بصوتها الرهيب، راح احطكم اياها لحاب اني اشوفها. بدل الامان ومشاعر الحنان، لعبت ثواني بنلعب ومنقول يا حمايا ونقول ضاع الحب وخلص. حبي إليك هو اللي خلاني أكتر بني آدم أناني، بدي إياك تضلي قدامي وتنسي كل الناس، ولو ما كانت أيامي كلها معك حتى وأحلامي يمكن كنت أنا حدا تاني ما عندي إحساس، ولو ما كانت أيامي كلها معك حتى بس صراحة حباب منها صارت المقطعات من المقطع عجبكم تحطوا لايك تشتركوا بالقناة تشاركوا فيديو مقاطع من القصص. مع السلامة.